يا ابني دخل الارقام بسرعه هنموت. وانا دخل الارقام ليه؟ ما كله رايح، سيبني بس انام شويه يا ابني. كام الارقام؟ 4 8 15 What number did you just call 8 15 right 16 23 42 يا عم انت ايه؟ انت خنزير على طلع خنزير. سوري يا اسف، ما كانش قصدي. انا سليم يا اخويا. اولع اولع انت بجاز. انا بس فدايا فدايا. جديده هنا على هوم سينما. النهارده في اتفرج على هنا على هوم سينما. المسلسل اللي احنا اخترناه النهارده ان احنا هنتكلم عنه هو مسلسل لوست. مسلسل لوست من المسلسلات المميزه جدا اللي بحب اتفرج عليها لحد النهارده، على الرغم ان هو خلصان من زمان جدا، وكان اول لما نزل كان سنه 2004. وحرفيا من نوع من المسلسلات اللي انا بجد مش بزهق منها خالص، زي مسلسل فريندز مهما اتفرج عليه ما بزهقش منه وما بملش منه. المسلسل ما بطولة ماثيو فوكس وإيفانجلين ليلي وجورج هالوي، وعندنا كمان نيفين أندروس، وفي إيميلي درافين، وممثلين كتيرة جدا. من كتابة وإخراج ناس كتيرة جدا كتبوا حلقات كتيرة في المسلسل، وناس كتيرة أخرجوا في المسلسل الحلقات بتاعته، بس كان من أهم الكتاب والمخرجين للمسلسل هو جي جي أبرامز. دور أحداث المسلسل الرحلة 815 كانت مفروض إن هي تروح سيدني، وكل واحد من الكاركترز بتاعتنا في المسلسل بنبدا ان احنا نتعرف عليهم واحده واحده قبل ما الطياره كانت تعمل حادثه وتقع في جزيره. الناس اللي فضلت ابتدت واحده واحده ان هي تتعاون مع بعض علشان يقدروا ان هم يسرفايف المكان اللي هم وقعوا فيه ده، علشان هيشوفوا هم هيعملوا ايه وهيتصرفوا ازاي، ويمكن في يوم من الايام حد يجي يرسكيو ذم، اللي هو حد يجي ان هو ينقذهم من الجزيره. مع مرور الاحداث بنبدا نتعرف على الشخصيات واحده واحده، في اللي ممكن تحبه وفي اللي ممكن تكرهه. واحده واحده بتبدا ان انت تتعاطف مع الناس اللي ممكن بتكرهها او بتحبها، والناس اللي بتحبها ممكن تكرهها. برضو من خلال الحلقات بتقدر تشوف الاحداث بتاعتهم في الماضي قبل ما يقعوا في الجزيره دي، الشخصيات بتاعتنا كانت عامله ازاي، وبيوري لك برضو قد ايه الناس دي متعلقه بخيط رفيع جدا اسمه الامل، وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعملوا اي حاجه علشان يمشوا من المكان ده، لان الموضوع ابتدى يبقى اخطر لما عرفوا انهم مش لوحدهم على الجزيره دي، وفي ناس اوريدي عايشه قبلهم قبل ما يقعوا على الجزيره دي. المسلسل ده صدر سنه 2004 مع انتهاء مسلسل فريندز. المسلسل ده يعتبر اكتر مسلسل انا اتفرجت عليه في حياتي بعد فريندز تقريبا، او يمكن فريندز اكتر شويه، بس المسلسل ده اللي حرفيا فعلا لما كان بيجي في التلفزيون تابعته بجد حلقه بحلقه. اول لما نزل سنه 2004 وكانت بتيجي حلقه واحده في التلفزيون كل اسبوع، فالمسلسل 6 مواسم يعني 6 سنين، فانا حرفيا اتفرجت على حلقه بحلقه لمده 6 سنين، وده كان اول مسلسل حرفيا اخلصه من اوله لحد اخره. وعلى فكره مش انا لوحدي، في ناس كتيره جدا برضو نفس الكلام، لان المسلسل ده لما نزل عمل ضجه كبيره جدا، خصوصا مع ناس في دول الخليج وفي مصر، مش في امريكا بس، ابتدوا ان هم يتفرجوا على المسلسل باول حلقه، يعني حلقه بحلقه وباول باول. ويعني انا شايف من وجهه نظري المسلسل ده البايلوت، اول حلقه بالنسبه لي احسن حلقه شفتها في حياتي كبايلوت، كاول حلقه للمسلسل. ليه؟ لان في احداث كتيره جدا بتحصل، وبرده مش عايز اخش في حرق الاحداث للمسلسل عشان الناس اللي ما اتفرجتش على المسلسل ومش حابب ان انا احرق لها. في حاجات كتيره جدا بتحصل في اول حلقه، يعني الحلقه الواحده بتاعه البايلوت بتاعه لوست تقريبا بمسلسل كامل بتاع رمضان 30 حلقه. حتى التمثيل والكتابه بتاع المسلسل حلو جدا، لدرجه حتى التمثيل او التجسيد بتاع الناس
اللي موجوده في المسلسل، حتى الادوار الصغيره بيعلموا معاك حتى لفتره كبيره، لان حتى وانت بتتفرج الشخصيات اللي ممكن تبقى صغيره بالنسبه لك دي بعد كده مع مرور السيزونز بتاعت المسلسل بعد كده ادوارهم بتكبر وبتقدر تعرف الباست بتاعهم. من افضل الكاركترز اللي انا كنت بحبها في المسلسل هو شخصيه سوير، وعندنا كمان شخصيه جون لوك، وعندنا كمان شخصيه بنجامين لاينس، بس مع الاسف انا اسف مش هحط لكم صورته علشان مش هيظهر بنفس الاسم في الموسم اللي في الاول، هيظهر بشخصيه تانية، فانا مش حابب ان انا احرق الشخصيه دي عليكم عشان برضو تتفاجئوا بالشخصيه دي. انا شايف ان الشخصيه بتاعت بنجامين لاينس واحده من اكتر الشخصيات العبقريه اللي موجوده في المسلسل. اكون صريح معاكم، ما كنتش بحب قوي الاجزاء اللي كانت فيها او المشاهد الكتيره اللي كانت موجوده في المسلسل بتبقى عن طريق الفلاش باك، عشان كنت بحس بملل شويه، كنت عايز اشوفهم على طول موجودين على الجزيره واشوف ايه اللي كان ممكن يحصل لهم وايه اللي حصل لهم وايه اللي لسه كمان هيحصل لهم، غير ان اصلا كل سيزون ليه حلاوته، بس انا بالنسبه لي المسلسل حلاوته بتتوقف عند الموسم الرابع، لان الموسم الخامس والموسم السادس كان بالنسبه لي سيء جدا، وكان في مط برضو في الاحداث كتيره جدا على عكس اول اربع مواسم او اول موسمين بالتحديد. انا برضو كنت ادي نهايه المسلسل بتاعت لوست، لان كانت عباره عن كونفيوجن جامد قوي بالنسبه للمشاهدين اللي ابتدوا ان هم يتفرجوا على المسلسل ويتابعوه حلقه بحلقه من اول موسم لحد اخر موسم اللي هو الموسم السادس، فبالنسبه لهم كان برضو قفله، يعني مش عايز اقول صعبه شويه انها تتفهم، او على قد ان هي كانت نفخ شويه. واكدب عليكم لو قلت لكم لحد دلوقتي انا برضو ستيل كونفيوزد على موضوع الاندينج بتاع المسلسل، لان النهايه بتاعت المسلسل ممكن تتفهم بكذا حاجه، ودي هنشرحها على طول بعد التقييم النهائي بتاعنا. لو انت عايز تشوف المسلسل يبقى تقفل الحلقه لحد هنا، علشان الجزء اللي جاي ده هيبقى فيه حرق الاحداث. يجي بقى للنهايه بتاعت المسلسل ذات نفسه. النهايه كانت يعني زي ما كنت بقول من شويه، هي شويه كونفيوزنج بالنسبه للناس اللي بتتفرج، او هي نهايتها تتفهم بكذا نهاية او بكذا معنى. نهاية بكل بساطة ان هو حاجتين، يعني الحاجة الاولى ان في ناس كتيرة قوي، او لو انت بتتفرج على المسلسل ومخك بيقول ان النهاية الاولى هي ان في ناس ماتت وفي ناس عاشت، يعني حتى في اخر الموسم في اخر حلقة ان في ناس كانت اوريدي هربت من الجزيرة ذات نفسها. ده الثيوري الاولى اللي بيقولوا عليها. الثيوري الثانيه بيقولوا ان هم اصلا الجزيره اصلا ما كانتش موجوده، وان الجزيره ان قصدي الطياره ذات نفسها عمرها ما هبطت على الجزيره، وان كلهم غرقوا في الاوشيانيك في الاوشن، كله غرق، الطياره وقعت في المحيط وكله كان مات. دي الثيوري الثانيه. الثيوري الثالثه اللي في ناس بقى بتقولها، وانا شايف شويه برضو في الثيوري دي اكتر، ان المشهد الاخير اللي هو كان في الكنيسة بنقول ان هما كلهم ماتوا، من الاخر كلهم ماتوا وكلهم اتجمعوا تاني في الكنيسة، وان الكنيسة دي هي مفروض ان هي الجنة، عشان ان هما كلهم بيتجمعوا في الاخر وبيشوفوا بعض ومش عارف ايه. بس اللي انا استغربته شوية يعني حاجتين ايه هما، ان هيرلي او اللي هو هيوغو ريس، الممثل ده هتلاقوه في الكنيسة، فمفروض ان هو كان مات. اوكي، الشخص التاني اللي هو بنجامين لاينس هو موجود بره الكنيسة. اللي انا فهمته ان هو بره الكنيسة يعني مفروض ان هو ما ماتش، فعشان كده بقول لكم الاندينج شوية كونفيوزنج. اللي انا اكتشفته مؤخرا لما جيت اتفرجت على المسلسل، في لما بتيجي تتفرج على المسلسل وبتنزلوه اونلاين، انتوا في زي حلقات اكسترا كنت ممكن تنزلوها، ولما جيت نزلت مسلسل تاني لقيت ان في حلقه زياده موجوده، لقيت ان في حلقه تانية زياده موجوده بعد نهايه الحلقه، يعني اخر حلقه بتاعت الموسم السادس اللي اسمها دي اند، في حلقه تانية كمان بعدها، تمام، بس هو المسلسل بيقفل عند دي اند. فلما اتفرجت على الحلقه اللي بعد دي اند ولسه متفرج عليها من قريب، كنت اول مره اشوفها حرفيا، مع الاسف مش فاكر اسم الحلقه بالظبط، بس بنشوف في الحلقه دي ان دارما انيشيتيف لسه موجودين، وبنجامين لاينس لسه رجع تاني وما كانش ميت، وكنا بنشوف تاني برضه هيوغو ريس ان هو بقى خلاص هو بقى الليدر، او بقى هو مكان جيكوب بتاع الجزيره، وبنجامين لاينس هو اللي بيساعده، وبيروحوا مستشفى امراض العقليه او النفسيه بيجيبوا والت. بنتعرف على والت تاني، بنرجع نشوف والت تاني بعد ما كان ابوه كان خرجه من الجزيره، بس عرفنا بعد كده ان هو كان اشتغل سباي لبنجامين لاينس، ومع علينا دي قصه تانيه. فدي برضو الاند برضو ابيت كونفيوزنج، فانا مش عارف هو هل كده
كله مات وهيوجو ما ماتش لان هو ظهر بعد كده تاني بقول لكم في الحلقه اللي هي بعد دي اند دي. وبنجامين لاينس لسه بيساعده فهو ووالت لسه برضو عايش. فهل الثلاثه دول لسه عايشين؟ وبرضو لو خدتوا بالكم ان في الكنيسه نفسها في ناس كثيره برضو ما ظهرتش، يعني معنى ذلك دول ماتوا ولا ما ماتوش ولا كانوا عايشين ولا ما ماتوش ولا ما جوش اصلا على الجزيره ولا ايه بالظبط. يعني مثلا في شخصيات زي مثلا مستر اكو مثلا ما كانش موجود في الكنيسه بس كان مات على الجزيره، كان البلاك سموك كان قتله. كان في برضو شخصيات تانية كانت ماتت وما كانتش موجوده في الكنيسه بس مع الاسف مش متذكر دلوقتي. فمش يعني الاند زي ما بقول لكم ابيت كونفيوزنج، فانت مش عارف بقى مين اللي مات ومين اللي عاش. فالاند يعني قبل ما اشوف الاند اللي هي بتاعت الحلقه اللي بعد كلمه دي اند او الحلقه بتاعت دي اند اللي هي الحلقه اللي محدش كتير قوي شافها، كنت قايل ان هم كلهم ماتوا وهم والكنيسه دي هي الجنه وكله اتقابل في الاخر ومش عارف ايه. بس انا كان دايما كنت بقول ان بنجامين لاينس هو بره الكنيسه فمع ذلك هو لسه عايش، فده كان توقعي. وبعد ما شفت الحلقه الاخيره فانا قلت برضو طب انا مش فاهم، طب هيوجو لسه برضو عايش فغريبه شويه يعني، فانا مش فاهم. بس فلو عندكم اراء تانية على المسلسل بالسبويلر اكتبوها في الكومنتس. اشوف برضو الكومنتات بتاعتكم على النهايه بتاعت المسلسل، بس يا ريت تكتبوا فيها سبويلر اليرت عشان اللي حابب ان هو يتابع المسلسل ما يتحرقلوش اول ما يشوف الكومنت يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن المسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.